الملف رقم 190 في الدوال في اكسل، هنتكلم عن الدوال المالية. كان سبق اتكلمت عن الدالة بي ام تي وكم دالة بيحسبوا البارامترز فيها، هتقدر ترجع لها في برضك الدوال. لكن المرة دي انا هتكلم عن بي ام تي وبي بي ام تي واي بي ام تي عشان استخدم الثلاث دول في جدول مهم اسمه جدول استهلاك الكارد للاقساط الايه منتظمه. يعني انا مثلا اشتريت عربيه دفعت جزء مقدم ده معلهوش فايده، بقى في جزء باقي هقسطه على سنتين بفايده كذا وهدفع شهري. فانا عايز احسب هدفع قسط شهري كام. الداله دي هي اللي هتحسب لي قيمه الدفعه الشهريه او السنويه حسب الطريقه. يعني اقدر احسب كده واقدر احسب كده. انا بتكلم هنا في المثال بتاعي ان انا عايز احسب الدفعه الشهريه. الداله التانية هتحسب الجزء الفعلي من الدفعه بدون الفائده. يعني هنا الدفعه الشهريه دي المفروض كنت انا من لو مفيش فوائد هدفع كام، لو بدون فايده هدفع كام. اما الداله دي الاي بي ام تي تحسب الداله الفائده المستحقه على الدفعه، يعني الدفعه دي عليها فايده كام. فهنعمل جدول وانا هسيب لك الجدول طبعا تعمله داونلود، تقدر تستخدمه في اي حاجه سواء بتقسط عربيه بتقسط شقه بتقسط جهاز معين اي شيء تقدر تنزله وتغير بس الارقام هو هيحسب لك كل حاجه. المثال هفتح المثال معاك على طول كده واخش في الشرح. ده المثال بتاعي جدول استهلاك الكارد. انا فرض ان طبعا كاتبه لك بالعربي وبالانجلش. هنفترض ان معدل الفايده السنوي 5% بتاع الكارد ده، عدد السنين هسدده على سنتين اليرز، يعني بيمنت بير يير المدفوعات في السنه 12، يعني هدفع كل شهر، يعني انا هدفع 24 قسط. عشان كده انا عامل لك جدول 24 نمبر اوف بيمنت، ده رقم الدفع اللي هو الايصال الدفع 24 اللي هم 24 شهر. المبلغ 20,000 دولار، 20,000 دولار فرضا يعني، ده الكارد نفسه. طب ايه القصة بقى؟ القصة ان انا هعمل ارقام عادية جدا من 1 لـ2، خلينا شيخ سنة سنة يعني معاكم في الجدول ده عشان تبقى فاهم. واسحب طبعا لو انا علمت خانتين كده ودبل كليك او سحبت هتطلع لحد 24 او اسحبهم لحد 14. ماشي ده بقى الاولاني. نيجي للتاني، الخانة التانية انا سميت هنا بالنمد، سميت ده معدل الفايدة السنوي الانوال انترست ريت. اما ده سميت الخلية دي years، سميتها years، وهنا سميتها payment per years، وهنا سميتها amount عشان يبقى الكلام مقروء، يعني المعادلة تبقى مقروءة. دي الكمية يعني ده الكارد يعني. طب يعني دي تسميات اللي هي named range، عملت named كده او name لكل واحدة من دول. نيم ممكن اغير بقى زي ما انا عايز اغير، بس هو خلاص بقى اسمه ليرز يعني. طب الحاجة التانية ان انا بقى المعادلة الاولى اللي هي بي ام تي هقف عليها كده. اول حاجة الفايدة اللي هي الانوال انترست ريت دي قسمتها على البيمنت بير يير على 12 زي ما احنا متعودين. لو رجعت الملف التاني شرحت لك انا القصة دي، يبقى انا بقى باخد دي على دي. الاول بارامتر فيها القيمه ديت الفايده واقسمها على 12. طب تاني بارامتر عدد الاقساط، عدد الاقساط هو اليرز في البيمنت بير يير، يعني 2 في 24 عدد الاقساط اللي هي عشان كده يير في البيمنت بير يير. طب هنا بقى الكارد نفسه، الكارد اللي هو الكارد نفسه اللي هي على 20,000 جنيه، فجاب لي قيمه القسط. طب على فكره ما انا لما اسحب الداله دي ما هو اساسا الحاجات كلها اللي داخله فيها ثوابت هنا مش هتتغير، عشان كده انا مسميها الاسماء دي هتبقى طبعا خلايا كانها خلايا ايه، خلايا مطلقه مش هتمسحب هتطلع المعادلات بتاعتي كلها. يعني لما اجي اسحب مثلا خليه زي الخليه دي كده بس اللي تحتيها بس هي هي. ليه؟ لان دول ثوابت، عشان كده انا سميتهم اسماء ثابته، يعني كل واحده ليها اسم هنا. فخلاص انا هسحب لحد 24، ده القسط الشهري. لما اجي اجمعهم باي بداله صم كده هيطلع ان انا هدفع 21,058 وكسر. يعني انا هدفع 1,058 دولار زيادة في السنتين دول. ده تيست كده انا عامل الجمع، يبقى انا كده قدرت اعرف انا هدفع ايه. لا انا كمان عايز اعرف حاجة، عايز اعرف المبلغ اللي المفروض كنت ادفعه من غير فايدة كام، اللي هو الرئيسي او اللي بنسميه البرنسبل ده.
ففي دالة اسمها بي بي البرنسبل بي ام تي الاساسي بتاعها ايه الرئيسي او الاساسي الدفعه الرئيسيه اللي هي هنا مثلا دلوقتي بدفع 877 وكاس، لا كان المفروض لو من غير فايده تبقى 7794 وكسر. طب يبقى الفايده بقى ايه؟ الفايده على القرض ده على الدفعه دي اللي هو الداله دي بتحسبها برضك الداله دي. طبعا كل داله هنقف عليها هنلاقي البارامترز واضحه ومتعلمها تقدر انت ببساطه، وانا غير ان انا شارح في الدرس النظري اللي على الموقع الدوال دي بالتفصيل بامثله تانية عشان يبقى الموضوع اتهضم يعني. يبقى الداله هنا معايا طبعا زي ما قلت لك هسيب لك الملف تقدر تتفرج عليه وتستخدمه كل حاجه. طب انا كده حسبت المبلغ من غير فايده، طب ما انا لو طرحت الاثنين دول من بعض تطلع الفايده. انا عملت هنا معادله كده عشان اوريك ان انا طرحت سي 8 ناقص بي 8 اللي هي دي سي، سي 8 ناقص بي 8 هيطلع يعني طبعا الفرق بين الاثنين، او اطرح اي حاجه سي دي الخليه بي يعني دي ناقص دي، بس عشان هما بالسالب انا عايز اطلع الرقم موجب هنا يعني، فطرحت ده من ده عشان بين قوسين دول يعني النتائج دي بالسالب حسب ما احنا فهمنا من الدرس اللي فات اللي هو بتاع بي ام تي الداله بي ام تي دي داله حساب الدفعه دفعه القرض المنتظمه على عدد الاقساط. طب انا هنا في داله كمان بتحسب لي الفايده من غير ما انا اطرح الاثنين دول من بعض عشان يطلع الرقم ده زي ما انا حسبت هنا كده، لا في داله تاني هتحسب لي الفايده اسمها اي بي الانترست داله حساب الفايده هتحسب لي الفايده على الدفعه دي. فدي بتاخد ايه بقى برضك؟ هي دي بتاخد عشان ابقى شرحت معاك الموضوع بالتفصيل، بتاخد برضك اول بارامتر ليها الفايده مقسومه على عدد على 12، وهنا اس رقم الدفعه بتخش معايا بقى رقم الدفعه دي بتخش معايا الدفعه رقم كام اللي هي ايه 8 دي، بعد كده اليرز في البيمنت عدد الاقساط، وبعد كده الكارت دي. طب دي الداله اللي هي بتحسب الفايده زي ما انا شرحت لك، لو وقفت بردك على بردك هياخد الفايده على 12 رقم الدفعه وسعادة عدد الاقساط وبرضك الايه القيمة دي، بس الدالة هي اللي اسمها هتغير اللي اسمها اي بي ام تي هتحسب فايدة مش هتحسب الدفعة الفعلية او الرقم الفعلي من غير فايدة. اما اطرحهم الاتنين من بعض يوريني فايدة الدفعة دي ايه، فايدتها 83 دولار اللي هي طلعت هنا كده. طب يبقى الرصيد بتاعي كام بقى؟ البالانس ده رصيدي دلوقتي كام؟ انا عليا مديونية كام؟ هيجي يحسب في الرصيد ده المبلغ الكلي ناقص، مش هيطرح بقى منه ناقص الدفع لان الدفع ده بالفايده، ناقص الرقم ده اللي هو كام اللي هو يعتبر الخليه سي 8، عشان كده الرصيد هنا بيساوي الاماونت اللي هو يعتبر القرض ناقص سي 8 ناقص ايه ناقص الرئيسي ده. خلاص كده بقى انا دي المديونيه الجديده عليا بعد ما دفعت، دي المديونيه رصيدي كده، دي المديونيه بتاعتي. مفروض المديونية في الاخر خالص هتطلع كام؟ صفر. يعني المديونية دي في الاخر عشان كده كده في اخر دفعة هتطلع صفر اوتوماتيك كده لوحديها، صفر معليش حاجة. طب المفروض الرئيسي ده لما اجمعه كله اللي هو الفايدة الدفعة من غير فايدة يطلع 20,000. طب فعلا لما جمعتهم طلعت 20,000. طب المفروض لما اجمع الفوايد دي كلها تطلع كام؟ اجمع الفوائد الشهريه دي كلها يبقى يطلع المبلغ اللي هو لما اطرح الاثنين دول من بعض يطلع الرقم ده اللي هو او ده 21,000 وده 20,000 ده ال 1058 اللي هي طالع الفرق بين الاثنين ده انا مجمعهم بصم يعني، دي انا مجمعها بصم هتقدر تفهم من الجدول. انا الهدف من القصه دي ان انا ابقى فاهم الكلام ده مش مجرد معادلات عشان اعرف استخدمه واعيد استخدامه، لان جدول استهلاك الكارد ده حاجه مهمه جدا، والرصيد بتاعي ابقى عارف كل حبه انا عليا كام دلوقتي. فرضنا ان انا حبيت اروح اخلص على طول يعني اروح ادفع مبلغ الاخير ده من غير ما اكمل معايا فلوس مش عايز ادفع نسبه، اقوم واخد عارف بقى انا عليا كام يعني اروح اصفي، مش يقول لي بقى هيحسبوا لي ازاي، مش هيقول لي ادفع لي في دول، لا ده المبلغ اهو اهو المبلغ اللي عليا بعد ما خصم لي المبالغ الرئيسيه دي بفوائدها خدت فوائد عليها. يبقى في اي لحظه انا عايز ارجع اقول يا جماعه انا عايز ادفع كاش انا جاهز دلوقتي هروح ادفع، مثلا لو جيت بعد القسط ال 17 ده خلصت اقول له هيبقى انا المبلغ اللي باقي عليا 6000 من 20,000 6040،
خلاص يوم هم دول اللي هبدأ الرصيد الجديد، فأنا ممكن أقوم جاي كده دافعهم كلهم مرة واحدة ومخلص. الجدول هسيبه لك تقدر تعمل له داونلود، المعادلات مشروحة كويس اللي هم الثلاث حاجات دول مشروحين في الموقع كويس جدا يعني بأمثلة تانية خالص، تقدر تايه تطلع عليهم وتقدر تنزل الملف ده من جوجل درايف. شكرا، سلام. دي تذكرة بس للي عايز يعرف حاسبة الأقساط بي ام تي، ده ملف مشروح في زمن 3 دقايق أو أقل، الملف رقم 129. وفي ملف تاني رقم 170 الدوال المالية، شرحنا بي ام تي والريت، ازاي احسب الريت، ازاي احسب العدد الاقساط، واحسب اللي هم البارامترز كلهم بتاعت المعادلة بي ام تي، اقدر احسبهم كل واحدة بمعادلة. الكلام ده خدناه في الملف 170، حبيت بس اقولهم لك في الاخر عشان لو حبيت ترجع لهم. طبعا الملفات كلها مترقمة هتقدر ترجع لها، الملف 100 و 170.